بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نشكر جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا على هذا المؤتمر الموقر الذي يضع في هذا موضوع هام والحيوي، والذي يسعى من خلال كوكبة من العلماء والمختصين والمثقفين والإعلاميين للتركيز على أحد أهم جوانب التقدم والتنمية البشرية في مجتمعاتنا وشعوبنا. ومن خلال هذه الورقة التي أعدتها للقاء في هذا المؤتمر الموقر، والذي تدور حول بناء الشخصية الوطنية وترى في تقدم الدول والحفاظ على هويتها، ولعل أول ما يمكن قوله عن هذا الموضوع في هذه الورقة هو بناء الشخصية الوطنية، هو أن العنوان يحيل إلى آخره، أو لنقل في نوعا من رد الصدر على العجز بتعبير البلاغين القدامى، وذلك لأن الشخصية الوطنية والهوية الوطنية هما في الواقع اسمان لمسمى واحد، أو بكلمة أخرى هما مسار مفهومي لحالة واحدة يجري تأملها إليه من منظور جزئي في حالة الشخصية الذاتية الفردية، ومن آخر كلي في حالة الشخصية الوطنية الجامعة. ومفهوم هذه الشخصية الوطنية الجامعة هي حاصل عن تفاعل وتكامل بين الشخصيات الفردية داخل المجتمع الوطن، وليس بالضرورة أن تكون حاصل جمع وتراكم الشخصيات الأفراد. ومن هذا المنظور استسمح ابتداء فيها في وقفة سريعة على العتبة المفهومية والإشكالية للحفر في هذين المفهومين، الشخصية والهوية الوطنيتين، أو كما قلت هذا المفهوم الواحد المعبر عنه بصيغتين مختلفتين لكنهما شبه متطابقين في الدلالة في نهاية التحليل. ونظرا لوقتكم القيم سوف أستكفي من هذا البحث الخلاصة في كيفية الوصول إلى المنظومة الثقافية والشخصية الوطنية. وغني عن القول أن أنماط الثقافة السائدة في أي مجتمع أو وطن لهم الدور الأكبر في تنميط وترسيخ التماثل بين الشخصية الفردية والشخصية الوطنية في وجدان المواطنين، حيث أن لكل مجتمع أو وطن هوية ثقافية جامعة تعبر عن نفسها بصور عديدة في عقول وقلوب الأفراد داخل هذا المجتمع أو الوطن. ومن تلك الصور التغمص الوجداني الكامل والطوعي لقيم الثقافة الوطنية السائدة، كونها هي الهوية الثقافية للفرد، ذلك كل ما يتلقاه الإنسان طيلة حياته من معلومات وقيم وتصورات باعتباره عضوا في مجموعة اجتماعية وفق تايلور الشهير للثقافة، وهو ما يشكل شخصيته الوطنية وهويته الثقافية. فالهوية الثقافية بهذا المعنى تتحقق وتقوم على أسس ومستويات عدة، من الجزئي إلى الكلي، ومن الفرد إلى المجتمع. وهذا الهرم البنيوي لتشكل الهوية الثقافية هو الذي تتأسس عليه الشخصية الوطنية للفرد والمجتمع عموما. وفي هذا السياق يرى محمد عبد الجابري أن الهوية الثقافية لا تكتمل ولا تبرز خصوصيتها الحضارية ولا تغدو غادرة على الأخذ والعطاء إلا إذا تجسدت مرجعياتها في كيان شخصي تتطابق فيه ثلاثة عناصر، هي الوطن والأمة والدولة. الوطن بصفة الجغرافية والتاريخ قد أصبحنا كيانا روحيا واحدا يمتلك قلب كل مواطن، والأمة بوصفها النسب الروحي الذي تنتجه الثقافة المشتركة وقوامها ذاكرة تاريخية وطموحات تعبر عنها الإرادة الجماعية التي يصنعها حب الوطن. والدولة بوصفها التجسيد القانوني لوحدة الوطن والأمة والجهاز الساهر على سلامتها ووحدتها وحماية مصالحها وتمثيلها أجزاء الدول الأخرى في وقت الحرب والسلم. وعندما يتمثل الفرد قيم الولاء والانتماء للوطن كجغرافيا وتاريخ، والأمة كنسب روحي وانتماء ثقافي، والدولة كتجسيد قانوني مؤسسي لكل ذلك، تكون الشخصية الوطنية والشخصية الثقافية للفرد شيئا واحدا، وبالتالي يصبح الانتماء والولاء للوطن
ومنظومتها القيمية والثقافية تعبيرا دقيق البذور وعميق الجذور عن الهوية الذاتية للإنسان، لأن الانتماء والولاء يعتبر جزءا لا يتجزأ من عناصر الهوية، وعلينا التفريق بين من ينتمي بجذور ومن ينتمي ببذور. فالأول خاصة المنتمي بالجذور للوطن هو من تتجسد ثقافته وقناعته وتطلعاته وأشواقه الشخصية كافة صور الولاء والانتماء للوطن والدولة. هنا يأتي السؤال، كيفية بناء الشخصية الوطنية؟ نأتي الآن ونفترض أن يطرح نفسه بإلحاح من بعض الوقت، هو من يدور عن كيفية بناء الشخصية الوطنية المتمثلة بقيم وروح الولاء والانتماء للوطن، أي كيفية تحقيق وتعميق المماثلة والتطابق بين الهوية الذاتية والجمعية أي الشخصية الفردية. لا شك أن هناك ثمت كثيرا من النظريات والمقاربات السياسية والاجتماعية الكلاسيكية، وأحيانا النمطية بهذا الصدد، وسنكتفي أن نشير بالإيجاز إلى نموذجين منهما، هما ما يمكن تسميته نظرية الهندسة الاجتماعية ونظرية التحفيز والتعزيز. الشخصية الوطنية والهندسة الاجتماعية، تقوم نظرية الهندسة الاجتماعية باختصار على فكرة عامة مؤادها أن الدولة أو السلطة تستطيع التخطيط لتغيير البنية الشعورية والنفسية والثقافية للفرد من خلال عمليات من التخطيط والتنميط الاجتماعي والثقافي، يمكن إنتاج إنسان مواطن متمام من القيم النموذج الإرشادي الكلي في الموضوع من طرف الدولة، ومن ثم يتم إنتاج مجتمع عام متماثل بشكل كلي تتوحد فيه الثقافات وتوجهات وأمزجة وحاجات وقناعات بعضهما البعض، ويتم إلغاء أي ملامح شخصية وفروق فردية، ويفترض أن تصير بذلك الطاعة المطلقة عمياء لقيم وإملاءات النموذج الإرشادي الكلي وسلطة المجتمع الفوقي ورمزية السلطة والمجتمع الساحقة لا لكل إرادة شخصية أو حرية فردية. وبذلك يصير نموذج السلطة الصاهرة وقوة المجتمع القابضة نوعا من التنين الليبيان بعبارة الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز. وكما يمكن أن نتوقع، فنظرية أو فلسفة الهندسة الاجتماعية هي الاستراتيجية السياسية الأيديولوجية المفضلة لدى النظم الشمولية كنظام الكوري والنظام السوفيتي وما شابه ذلك وبعض الأنظمة الأخرى. ولا حاجة هنا الآن طبعا للتذكير بمدى فشل وإفلاس نظرية الهندسة الاجتماعية هذه وعدم تمكنها من تحقيق قيم الولاء والانتماء ولا لترسيخ الشخصية الوطنية. أما الولاء والانتماء وثقافة التحفيز والتعزيز، أو بالأحرى الفكرة الثانية هي ثقافة، ولا أقول بالضرورة سياسة التحفيز والتعزيز القيم ولا الانتماء، من خلال أنماط التنشئة الاجتماعية والثقافية من أساليب تربية ومناهج تعليم ووسائل تبصير وتنوير في الإعلام والمنابر الدينية والثقافية، ومفهوم أن لعملية التهيئة والتنشئة الاجتماعية الدور الأهم في تشرب القيم وإدماجها في الشخصية الفردية والشخصية الجمعية لأفراد الوطن بشكل عام، كما لها دور الأهم في قبول المعايير والنظم الاجتماعية في الثقافة الوطنية والالتزام بها. وميزة هذه الاستراتيجية أنها تعزز وتحفز الولاء والانتماء ذاتيا ولا تفرضهما بأساليب القهر والقصر فوقيا، وتبني الشخصية الوطنية للإنسان من خلال بناء شخصيته الفردية وهويته الذاتية، وتراعي أيضا أن هناك ثوابت ومتغيرات في موضوع الهوية نفسه، وهذا يعني أنه يمكن التركيز على البناء والتعزيز في ترسيخ الثوابت الهوية والشخصية الوطنية، والسعي في الوقت نفسه أيضا للتأثير إيجابيا في المتغيرات بما يترك للأفراد هامشا ومتنفسا مفتوحا وسقف مبادرة للتعبير عن الأمزجة الذاتية والفروق الفردية من وراء ذلك الحريات الشخصية أيضا. وفي هذه الاستراتيجية تكون عملية بناء الهوية المنتمية والشخصية الوطنية مهمة اجتماعية قبل أن تكون قرارا فوقيا. فكما أن من غير الملائم الحديث عن غير الملائم أيضا تصور إمكان بناء شخصية وطنية منتمية وملتزمة وراسخة بإملاء فوقي، فبناء هذه الشخصية يكون بالقناعة الذاتية من خلال وسائل التنشئة التربوية وعبر منصات الثقافة الوطنية الجامعة التي تحمل في طياتها دواعي
تمثلها والاقتناع بها. ومن المعروف أيضا أن الثقافة الوطنية الأفراد يكتسبونها من خلال التعليم والمتابعة للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مجتمعهم، مرتبطين بماضي ويعيشون في حاضره ويستشرفون بمستقبله مع وجود الحس الوطني كل ما يدور حولهم من قضايا محلية وإقليمية وعالمية.